أندية الأبطال، والقرعة فيها 16 فريق زي ما احنا شرحنا امبارح. القرعه وقعت الاهلي مع الوصل الاماراتي او الاتحاد السكندري مع الزمالك، والرجاء المغربي مع الاسماعيلي، ووفاء الصيف مع الاهلي السعودي، والهلال السعودي مع النفط العراقي، والوداد المغربي مواجهه صعبه جدا مع النجم الساحلي، والمريخ السوداني مع اتحاد العاصمه الجزائري، والنصر السعودي مع مولوديه وهران الجزائري. الاهلي مع الوصل الاماراتي مباراه صعبه مش سهله على فكره. الوصل الاماراتي ترتيبه السابع، عنده 5 مباريات. دي القرعه. الوصل الإماراتي يمكن عنده 3 برازيليين موجودين في الخط الأمامي، يعني لعيبة كويسة جدا، مش وحشين أكيد يعني، وبيعملوا حاجة كويسة في الحتة الأمامية، لكن عنده مشاكل في الحتة الدفاعية، يعني عنده مشاكل في الجزء الدفاعي. يمكن عنده كايو، ده راجل برازيلي، عنده فابيو ديليما، ده برضو برازيلي، وواحد تاني اسمه ديليما، يبقى عندهم 2 ديليما، ديليما فابيو ديليما، والتالت اسمه ديليما، وكايو ده برضو برازيلي، 3 برازيليين، وهو المدرب يعني أرجنتيني الجنسية. لعبوا في الدوري في الإمارات 5 مواجهات، احنا لسه بنعرض المواجهات بتاعت دوري أبطال إفريقيا، لكن أو آسف دوري أبطال العرب، كاس زايد الأبطال، الأندية الأبطال، دي المواجهات يعني بتاعتها. يعني لو حبينا اقولها لكم تاني مفيش مشكله: الاهلي مع الوصل الاماراتي، الاتحاد السكندري مع الزمالك، والرجاء المغربي مع الاسماعيلي، وفاء الصيف مع الاهلي السعودي، والهلال مع النفط العراقي، الهلال السعودي، الهلال السعودي، والوداد المغربي مع النجم الساحلي، والمريخ السوداني مع اتحاد العاصمه الجزائري، والنصر السعودي مع مولوديه وهران الجزائري. طيب القرعه بتاعتنا، وقعتنا القرعه مع الوصل الاماراتي، وزي ما قلت لكم يعني الوصل الاماراتي فرقه كويسه جدا، وخصوصا في الخط الامامي، عندها 3 بيلعبوا في الخط الامامي، 3 من البرازيل، واحد اسمه كايو، والتاني اسمه فابيو ديليما، والتالت اسمه ديليما، يعني 2 ديليما، واحد اوله فابيو والتاني اسمه ديليما على طول، 3 من البرازيل، والمدرب ده جنسيته ارجنتيني. الخط الامامي بتاعهم رائع جدا، ويعني حاجه ممتازه جدا، لكن عندهم مشاكل كتير جدا في الجزء الخلفي. ترتيبهم السابع تقريبا في الدوري، لعبوا 5 مباريات، فازوا في 2، تعادلوا في 1، وخسروا 2، احرزوا 8 وعليهم 8، وده يبين لكم يعني الكلام اللي انا بقوله، او دليل على الكلام اللي انا بقوله، ان هم عندهم الخط الامامي كويس جدا من خلال الـ3 اللي من البرازيل دول، وعندهم الحته الدفاعيه فيها مشاكل كتير جدا. اللقاء الاول هيبقى موجود على في القاهرة، واللقاء الثاني هيبقى في الإمارات إن شاء الرحمن. ميزة مش عايز أقول عيب، لكن فيها ميزة إن أنت هتقابل الوصل الإماراتي. أولا زي ما أنا شرحت، أخواتنا في السعودية وأخواتنا في الإمارات أحسن استقبال، وكل الأخوة العرب بصراحة، يعني كل الأخوة العرب يعني، وإحنا كمان في مناسبة يعني بتدل على التواجد العربي والوحدة العربية لمناسبة نصر أكتوبر المجيد اللي هو 6 أكتوبر يعني، وإزاي اجتمع الشعوب العربية كلها تحت راية واحدة وكلمة واحدة واتجاه واحد. كمان في الشعوب العربية وخصوصا السعودية والإمارات أحسن استقبال، فإحنا لما هنروح هناك، لما هتلعب مع الوصل الإمارات، أكيد الملعب كله هيبقى مليان جالية مصرية، وخصوصا الناس الأهلاوية، حتى اللي مش أهلاوية هيبقوا موجودين في الماتش، ودي حاجة ميزة مش عيب، ده هتبقى ميزة بالنسبة لك. فأنت بتخوض اللقاء الأول هنا في القاهرة بجماهير يعني بتسندك وتأزرك، وهناك كمان في الإمارات برضو في جماهير هتبقى مؤازرة ليك، ودي حاجة كويسة. لكن الحاجة طبعا اللي ممكن تبقى معمول حسابها هي الحتة الهجومية أو الكرة الهجومية اللي منعكسة دلوقتي في الدوريات العربية، يعني الإمارات، السعودية، عندهم الحتة الهجومية يعني مركزين فيها قوي، من خلال لعيبة بيتعاقدوا معاها، سواء كانت برازيليين، سواء أرجنتينيين، كولومبيا، يعني أندية أمريكا اللاتينية اللي هي ناس بتبقى لعيبة كويسة جدا وبيتعاقدوا معاها بمبالغ كبيرة جدا. فالمباراة اللي هتبقى في القاهرة برضه هتبقى مقلقة، لأن اللعيبة ديت يعني بتعرف تجيب أجوال، فاللقاء مش سهل، اللقاء صعب جدا، مش سهل يعني، رغم ترتيب الوصل الإماراتي موجود في الإمارات ترتيبه السابع يعني. طيب دي كانت ترتيبة أو قرعة كاس زايد للأندية الأبطال اللي كانت موجودة النهاردة في السعودية. وقلت لكم أسماء اللعيبة البرازيليين كايو وفابيو ديميلا أو ديميلا وديميلا الثاني الثالث بتاعهم. أوكي. طيب. حاجة الثالثة بقى النهاردة من خلالكم أنتم بقى، من خلال ملعب الأهلي.